بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشريط الثاني من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها الإمام الربيع رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح، وقد توقفنا عند الحديث الثاني بعد 200. باب الإمامة في النوافل. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كانت جدتي مليكة صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه، ثم قال: قوموا أصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففت أنا والشيخ وراءه والعجوز وراءنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أخبرني أنه بات عند ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ وجعل يمسح النوم بيده عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال: فقمت وصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى 12 ركعة، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى 2 ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح، ثم قال لابن عباس: كذلك فافعل يا جابر، وثن في رمضان. قال الربيع: الشن القربة البالية. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى بصلاته ناس كثير، ثم صلى الليلة الثانية فكثر الناس، ثم تجمعوا في الليلة الثالثة والرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: كم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان على 13 ركعة. ثم قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني ينامان ولا ينام قلبي. باب استقبال الكعبة وبيت المقدس. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بنحو 2 سنة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد هجرته 17 شهرا، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو 2 سنة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة بمكة 8 سنين إلى أن عرج به إلى بيت المقدس، ثم تحول إلى قبلته. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الفجر، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن يستقبل وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة وهم يصلون.
باب في الإمامة والخلافة في الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قالت: فقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت له. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر ليصلي بالناس. قالت: فقالت حفصة: ما كنت لأصيب منك خيرا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستدركون من بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتم ذلك فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة، أي نافلة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني بقوم يأتون من بعدي يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس. الربيع عن عبادة ابن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يؤخروها عن وقتها، فصلوها لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، إن أدركتهم أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. باب في صلاة الجماعة والقضاء في الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة خير من صلاة الفذ ب27 درجة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم وحده ب25 درجة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم في مجلسه رجل يسمى محجنا، فأقيمت الصلاة، فقال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما فرغ من صلاته نظر إلى محجن وهو في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت والناس يصلون فصلي معهم وإن كنت قد صليت في أهلك. قال الربيع: قال أبو عبيدة: معنى ذلك أن يجعلها سبحة. باب في ابتداء الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. باب في القراءة في الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال الربيع: الخداج الناقصة وهي غير التمام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: فاتحة الكتاب هي أم القرآن، فقرأها واقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: إنها آية من كتاب الله. قال الربيع: قال أبو عبيدة: وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل هذا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، فيقول الله: مجدني عبدي. فيقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع في القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به من الصلاة. قال الربيع: قال أبو عبيدة: إلا بفاتحة الكتاب، فإنها تقرأ مع كل إمام وغيره. قال الربيع عن عبادة ابن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قال: قلنا: أجل. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد الناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر ما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيشغلهم عن صلاتهم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة، فقرأ فيها: والتين والزيتون. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعتني أم الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله بن عباس أقرأ والمرسلات، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما.
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن خاتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه: ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو هريرة: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه، فلما فرغ من صلاته قال لأصحابه: من المتكلم آنفا وهو يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ قال رجل منهم: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت كأني تحت شجرة أقرأ صاد والقرآن، فلما بلغت السجدة سجدت الشجرة ثم قالت: ربي أعطني بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وارزقني بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. قال أبو سعيد: فأخبرت بذلك النبي فقال: نحن أحق بالسجود من الشجرة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاد وسجد وقال هذا القول. باب في القعود في الصلاة والتحيات. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم قاعدا نصف صلاته قائما. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا صلاة الليل قط. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا في سبحته قط، حتى إذا كان قبل وفاته بعام فرأيته يصلي قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد. قال الربيع: إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه. ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: التحيات كلمات كان يعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ومعنى التحيات الملك لله. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى، وهو جالس فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال جابر: وإنما يجوز مثل هذا خلف أئمة العدل، وأما غيرهم فلا.
باب الجواز بين يدي المصلي. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف إلى الحشر. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال جابر: قال بعض الناس يعني 40 خريفا، وقال آخرون 40 شهرا، وقال آخرون 40 يوما. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال جابر: وقد ورد النهي في رواية أخرى: لا يستقبل الرجل في صلاته حيوانا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أقبلت ذات يوم وأنا راكب على حمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت أوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يومئذ بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الحمار يرتعي، فدخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. باب في السهو في الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان الرجل خلف إمامه، وأما إذا كان وحده فليعد صلاته. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له صوت حتى لا يسمع التأذين، فإذا مضى النداء أقبل حتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا مضى أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حتى يصلي الرجل ولا يدري كم صلى. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصرت الصلاة؟ فقام فأتم ما بقي من الصلاة وسجد سجدتين بعد السلام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لئلا تدعو أحدكم نفسه إلى الطعام فيشتغل عن الصلاة فينقص منها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر الله فيسب نفسه. باب القران في الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء الآخرة جميعا في غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال معاذ: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل فخرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم في مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، خير من الصلاة فيما سواه من المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم فقال جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. الحديث، وقد تقدم في باب التيمم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال الربيع، يعني بذلك والله أعلم الفضل ما بين صلاته في المسجد وصلاته في بيته، ومن صلى في بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث، قد تقدم في باب الولاية. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال الربيع، ذلك من أجل ما يعملن من العطر والريح الطيب فيدخلن به المسجد ويشغلن به الناس عن الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرت المساجد من ثلاث، من أن ينشد فيها بالضوال أو يتخذ فيها طريق أو يكون فيها سوق. قال ابن عباس ولا بأس بإنشاد الضالة في أبواب المساجد. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزاقا في جدار القبلة. الحديث، أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال كانوا يقولون أن أعرابيا بال في المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من الماء. أبو عبيدة عن جعفر بن السماك عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين؟ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه فيما بلغني، والله أعلم. قال الربيع عن عبادة ابن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين فصلى بها وليس عليه غيرها.
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة لأبي جهيم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني. قال الربيع: الخميصة شملة غليظة من صوف أو قطن فيها علم من حرير. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوب واحد. قال الربيع: الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته، ومعنى الاحتباء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم بعد ذلك جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة سيراء، فقال له عمر: ألبستنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيتكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار. قال ذلك 3 مرات: ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإزار قالت أم سلمة: والمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت: إذن ينكشف عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذراعا لا تزيد عليه. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: اشترت عائشة رضي الله عنها نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بالباب ولم يدخل، فلما رأت في وجهه الكراهية قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوب إلى الله ورسوله مما أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون بها في النار، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة عليهم السلام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر ثوبه خيلاء. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أنه اشتكى أبو طلحة الأنصاري، فدخل عليه أناس يعودونه، فأمر رجلا أن ينزع قميصا تحته، فقيل له: نزعته يا أبا طلحة؟ فقال: لأن فيه تصاوير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمتم. فقال رجل منهم: ألم يقل إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم. أبو عبيدة عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي أنمار، فقال جابر بن عبد الله: فبينما أنا نازل تحت شجرة
إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلينا. قال: قلت: هلم يا رسول الله إلى الظل، فمال فنزل. قال جابر بن عبد الله: فقمت إلى غرارة لنا فالتمستها، ووجدت فيها جرو قثاء، فكسرته وقربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن أين لكم هذا؟ فقلت: خرجنا به من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه ليذهب فيرعى ظهرنا. قال: فجهزته فذهب إلى الظهر وعليه بردان خلقان، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا له ثوبان غير هذين؟ قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، له ثوبان في العيبة، كسوته إياهما. قال: فدعه فمره يلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى وذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله، في سبيل الله؟ فقال: نعم، في سبيل الله. قال جابر: فقتل الرجل في سبيل الله. قال الربيع: قال أبو عبيدة: وهذا ترغيب وتحريض من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في التزين باللباس الحسن. باب في صلاة الجمعة وفضل يومها. أبو عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، ديد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه، والناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار، فجلست معه فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثته أن قلت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم عليه السلام، وفيه تاب الله عليه، وفيه أهبط من السماء إلى الأرض، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة ليلة الجمعة حتى تطلع الشمس إشفاقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة يوم. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: هي آخر ساعة يوم الجمعة، وكذلك بلغني عن عبد الله بن سلام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: فيه سويعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تقليلها بيده. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال الربيع: ليس يريد عدد الساعات،
وإنما يريد الفضل ما بين أول الوقت وآخره. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة هل أتاك حديث الغاشية، وسمعت أيضا أنه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. باب في فضل الصلاة وخشوعها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء عمود، وعمود الدين الصلاة، وعمود الصلاة الخشوع، وخيركم عند الله أتقاكم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يكون له صلاة في الليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه ذلك عليه الصدقة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن طريقه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر، فتعرج الملائكة الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا تنجحوا، وزكوا تفلحوا، وصوموا تصحوا، وسافروا تغنموا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتساهموا عليه لتساهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. باب جامع الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة في المقبرة، ولا في المنحرة، ولا في معاطن الإبل، ولا في قارعة الطريق. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه. قال الربيع: الآنك القصدير، والشبه الصفر الأحمر. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس أو عند غروبها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم وهو زناء. الزناء بتشديد النون يعني الحاقن الذي يجمع البول في مثانته. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم وهو عاقص شعره خلف قفاه، أي عاقد شعره منكسا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فما رأيناه قنت في صلاته قط. أبو عبيدة قال: وقد سمعت عن ابن عمر أنه لا يرى القنوت في الصلاة، ولم يقنت في صلاته قط، وكان يراه بدعة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا صلاة له. الحديث. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال الربيع: أي سلب، وقيل نقص. كتاب الصوم. باب في صيام رمضان في السفر. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، فأفطر فأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان، فأمر الناس أن يفطروا، قال: تقوية على عدوكم. فصام هو ولم يفطر، قال: ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر أو من العطش، فقيل له: يا رسول الله، إن ناسا صاموا حين صمت. قال: فلما بلغ الكديد دعا بقدح من ماء فشرب، فأفطر الناس معه. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم. باب صوم يوم عاشوراء والنوافل ويوم عرفة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوم عاشوراء كان كفارة لستين شهرا، أو عتق 10 رقبات مؤمنات من ولد إسماعيل عليه السلام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولكن في صيامه ثواب عظيم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن معاوية بن أبي سفيان حين قدم من مكة ورقى المنبر فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صومه وأنا صائمه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، ولكن في صيامه ثواب عظيم وأجر كريم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام في كل شهر 3 أيام فكأنما صام الدهر كله. قال الربيع بن حبيب عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان،
وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أناس عند أم الفضل بنت الحارث وهي والدة عبد الله بن العباس في يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلون: هو صائم، وقال آخرون: ليس بصائم. قال أبو سعيد: فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا أصبح مفطرا. قال الربيع عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: من أصبح جنبا أصبح مفطرا، ويدرؤون عنه الكفارة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: أفطر رجل في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على قدر ما يستطيع من ذلك. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: كان يصنع بنا ذلك وهو يضحك. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بلالا فكلوا، وإذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا، يعني في رمضان. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. باب في ليلة القدر. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت هذه الليلة حتى تلاحى رجلان منكم فرفعت، فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5. قال الربيع: تلاحيا، أي تماريا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في 10 من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان 21 من رمضان، وهي التي يخرج فيها من اعتكافه غدوتها، قال: من اعتكف معي فليعتكف في 10، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيت أني أسجد في غدوتها في ماء وطين، فالتمسوها في 10، والتمسوها في كل وتر. باب النهي عن صيام العيدين ويوم الشك. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رمضان لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمي عليكم فاقدروا له. وفي رواية أخرى: فأتموا 30. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وهو آخر يوم من شعبان، ويوم الفطر ويوم الأضحى، وقال: من صامهما فقد قارف إثما. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس يوم العيد ثم انصرف فخطب الناس ثم قال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، ويوم تأكلون فيه من نسككم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن الوصال أن يوصل الرجل صوم يوم وليلة، ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور، ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور. باب في فضل رمضان. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولو علمتم ما في فضل رمضان لتمنيتم أن يكون سنة. ومن طريقه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فارق عبدي شهوته وطعامه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجازي به. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، الحديث إلى قوله: ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله. ومن طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. كتاب الزكاة والصدقة. باب في النصاب. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالدوالي والغرب نصف العشر. ومن طريقه عنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني خمس أبعرة، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. باب ما لا يؤخذ في الزكاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة: لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربا ولا أكولة ولا فحلا ولا شارفة ولا ذات خزال ولا ذات عوار. قال الربيع: السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربا التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم وهي السمينة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعاته: لا تأخذوا حزرات الناس ولا الحافل. قال الربيع: الحزرات الخيار، والحافل ذات الضرع العظيم. أبو عبيدة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمد الرجل إلى شر ماله فيزكي منه. قال: وخيركم عند الله من يخرج من ماله أحسنه. باب ما عفي عن زكاته. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة. قال الربيع: الجارة الإبل التي تجر بالزمام وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة الحمير، والنخة الرقيق، والجبهة الخيل. قال الربيع: قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة. باب الوعيد في منع الزكاة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مانع الزكاة يقتل. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه. قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا منعها من إمام يستحق أخذها، وأما غيره فلا يقتل من منعه إياها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمانع الزكاة. قالها ثلاثة: والمتعدي فيها كمانعها. قال الربيع: المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى يقضي الله بين الخلائق. قال الربيع: يعني ثعبانا أقرع، فيكون في فمه من كلا الجانبين رغوة السم بمنزلة الزبيبتين في التماحهما، ولم يرد بهما العينين. باب في الصدقة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن الصدقة تطفئ النار. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، العليا وهي المنفقة، والسفلى وهي السائلة. من طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال: تصدقوا فإن الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء. قال الربيع: بلغني عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهله صدقة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا السائل ولو بظلف محرق. أبو عبيدة قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطعم مسلما تمرة أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه جرعة سقاه الله من الرحيق المختوم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غناء من يغنيه، ولا يفطن به فيعطى، ولا يقوم فيسأل الناس. أبو عبيدة قال: بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. قال أبو بكر: ما على من يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال الربيع: زوجين يعني مثل خفين أو نعلين، وما كان من زوجين مثلهما، والله أعلم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر الحديث حتى قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن طريقه عنه عليه السلام قال: المال الحلال رائح بصاحبه إلى الجنة. قال الربيع: معناه يروح بصاحبه، وكذلك معناه في حديث أبي طلحة
الذي قدمنا ذكره. باب في أفضل ما يتصدق به والبركة في الطعام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها وهو طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها لصدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رائح يروح بصاحبه إلى الجنة. وقد سمعت ما قلت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الصدقة المنيحة الصفي، تروح بإناء وتغدو بآخر. قال الربيع: المنيحة الشاه، والصفي الغزيرة اللبن. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، هل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ودسته تحت يدي، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فوقفت فقال: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: أبي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال أنس: فانطلقنا حتى جئنا أبا طلحة فأخبرته. قال أبو طلحة: يا أم سليم، لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. قال أنس: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما عندك؟ قال: فأتيت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتت، فعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام ما قاله، ثم قال: ائذن لعشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا كذلك، حتى أكل القوم أجمعون، وكانوا 70 رجلا. باب من تكره له الصدقة والمسألة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي، ولا لمتأثر مالا. قال الربيع: ذو المرة السوي، القوي المحترف، والمتأثر الجامع للمال. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كان ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم 3، حتى نفد ما عنده، ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن تصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا آتاه الله من فضله
فيسأله أعطاه أو منعه. باب جامع الصدقة والطعام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه دعا للمدينة بالبركة، ثم يدعو أصغر ولد يراه فيعطيه تلك الثمرة. أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن طريقه عنه عليه السلام قال: لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلى. معنى ذلك: رجل له بئر فيمنع ماءها ليمنع ما حوله في الرعي. ومن طريق ابن عباس عنه عليه السلام قال: مكتوب على باب الجنة العطية بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. ومن طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فإن ذلك حق واجب عليه. باب أدب الطعام والشراب. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر في سبعة أمعاء. ومن طريقه عنه عليه السلام قال: طعام الاثنين كاف الثلاثة. الحديث. أبو عبيدة عنه أيضا قال: أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فأمر له بشاه فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فلم يكملها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليأكل في معا واحد، والكافر في سبعة أمعاء. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح، فيجعل فاه على موضع في فيشرب وأنا حائض. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء. قال الربيع: امقلوه أي اغمسوه. وقال أبو عبيدة عن جابر بن زيد: وهذا يدل أن الذباب وما يشبهه مما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ماء مسته الهرة فإنها من الطوافين والطوافات عليكم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن أبا سعيد الخدري دخل على مروان بن الحكم فقال له مروان: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم. قال: فقيل له: يا رسول الله، إني لا أروى عن نفس واحد. فقال له: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. فقال الرجل: فإني لأرى القذى فيه. قال: فأهرق. قال الربيع: قال أبو عبيدة: وكذلك الطعام لا ينفخ فيه، وإن كان حارا فليبرده. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال:
بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام صغير، وعن يساره شيوخ من أصحابه، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا والله، لا أوثر بنفسي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه. أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعب الماء عبا، فإن من ذلك يتولد البخر، ولكن مصوه مصا. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا. الحديث. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال ابن النعمان: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالصحباء وهي من أدنى خيبر، فصلى العصر فدعا بالأزواد، فلم يؤتى إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وهو في 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ففني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمعه، وكان مزودي تمر، وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم يصبنا إلا تمرة تمرة. قال: ولقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعها فنصبتا، فأمر براحلته فرحلت، ثم مر تحتها فلم يصبها. قال الربيع: الضرب الجبل. أبو عبيدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل عن 3 أوجه: عن التقشير والترميل والتنقيب، فالقشار الذي يأكل من كل ناحية ويقشر وجه الطعام، والمرمل الذي يرفع لفيه ما لا يسع، والنقاب الذي يحفر في الطعام خبة ويرجع إلى الإدام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشراب قائما، ويروى أنه شرب من زمزم قائما. قال ابن عباس: المرجع فيه إلى كتاب الله، وهو قوله: كلوا واشربوا، فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال، إلا في موضع خصه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب من فم السقاء، وروي أنه خنث سقاء فشرب منه. قال ابن عباس: وإنما نهى عن ذلك إشفاقا أن تكون فيه دابة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن شيب بماء، وعلى يمينه أعرابي، وعلى يساره أبو بكر، فشرب وأعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال خالد بن الوليد المخزومي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فأتي بضب محنوث، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في البيت: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده. قال خالد:
فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن ليس هو بأرض قومي فتجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقول في الضب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لست بآكله ولا محرمه. وحديث أبي طلحة قد تقدم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخالب من الطير حرام. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قيل يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها وأيما إهاب دبغ فقد طهر. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. كتاب الحج باب في فرض الحج. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خفعم تستفتيه فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت نعم. قال فذاك ذاك. ومن طريقه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا بعد 10 حجج من هجرته ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم فجلس فقال سألوني عما شئتم ولا يسألني أحد منكم عن شيء إلا أخبرته به. قال الأقرع بن حابس يا رسول الله الحج علينا واجب في كل عام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه وقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تفعلوا ولو لم تفعلوا لكفرتم ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير وإن ربطتها خفت عليها أن تموت أفأحج عنها؟ قال نعم. باب في المواقيت والحرم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها. قال الربيع يعني ما بين حرتيها.
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرام حرمها الله، لا تحل لقطتها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها. فقال عمه العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال: إلا الإذخر. قال الربيع: لا يعضد أي لا يقطع، والخلى الكلى، والإذخر نبت يصنع منه الحصر وتسقف منه البيوت. باب في الإهلال بالحج والتلبية. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من حج أو غزو أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون ساجدون، عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. أبو عبيدة عن جابر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيتك تصنع 4 لم أر أحدا يصنعها من أصحابك. قال: وما هن؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل إلا يوم التروية. قال له ابن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليماني، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال الربيع: النعال السبتية التي لا شعر لها. أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك من منى إلى عرفات، فقال له محمد بن أبي بكر: كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. باب في غسل المحرم. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: يغسل المحرم بماء وسدر. ومن طريقه أيضا عنه عليه السلام قال: إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ولا يمس بطيب، ولا يخمر رأسه. وعن ابن عباس أيضا قال: اختلفت أنا والمسور ابن مخرمة بالأبواء، فقلت: يغسل المحرم رأسه؟ وقال هو: لا يغسله. قال ابن عباس: فأرسلت رجلا اسمه عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلم عليه فقال له: من هذا؟ فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه ثم حركه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه. قال الربيع: القرنان عمودان بالأبواء مملسان
يكونان على سانية البئر. باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. قال: ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال جابر: وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غير محرم. باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة. أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر قال: سألت بلالا يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة كيف صنع وما فعل؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، والبيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع. قال الربيع: قال أبو عبيدة: من صلى داخلها أو على ظهرها فلا